لو بصينا وتأملنا بقى في تسبيحة الملائكة حتى اللي بيقولوها أو اللي قالوها وقت ميلاد المسيح، هنلاقي إن التسبيحة كانت بتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. الكلام ده شامل جدا، يعني على الأرض كلها السلام، بالناس كلها المسر. ودي رسالة المسيح بعد كده اللي قالها لتلاميذ، إن هم يبشروا في أورشليم وبعدين يطلعوا بعد كده للسامرة وبعدين يطلعوا يكرزوا للعالم كله. فالخلاص وميلاد المسيح حدث، نشكر ربنا أن البشرية كلها بتحتفل بيه، وأنه كان حدث مهم، كان حتى قسم التاريخ البشري لما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. صحيح. عشان يقول لنا أن المسيح ده مسيح الجميع، والخلاص ده متاح للجميع. المطلوب مننا أن احنا نقبل العطية دي، نقبل الخلاص، نقبل ان احنا نبقى هو ده الملك السماوي بتاعنا، علشان نقدر ان احنا نكمل معاه بعد كده في الابد. يقول ولد لكم مخلص في مدينة داود، مخلص هو المسيح الرب. الحقيقة انا وقفت كتير عند فكرة ولد لكم، وانا هاخدها يمكن اقربها اكتر، بقول ولد لي انا بشكل شخصي، لفلان والفلان والفلان والفلان. ازاي كل واحد فينا يكون عنده هذا التفكير إن المسيح اتولد عشاني؟ يمكن لما بنعمم الدنيا ونقول لكم وعشانكم وكده، يعني ما بحسبش نفسي قوي يعني، لكن كيف ازاي الانسان يحسب كل يوم ان المسيح له كل المجد، اتولد عشانه هو، عشان يخلصه هو؟ احنا طول الوقت بنقول ان الكتاب المقدس والرساله بتاعته هي رساله للبشريه كلها، لكن في نفس الوقت كمان بنقول ان كل ايه في الكتاب المقدس، كل حدث حصل، كانوا شخصيين لكل واحد فينا. يعني صحيح في حاجات ممكن اخدها بشكل عام، لكن في كل حاجه حصلت هي حصلت عشاني انا شخصيا. فلازم اكون مصدق إنه لو كنت أنا بس الشخص الوحيد اللي موجود في العالم، كان برضو المسيح هيجي وهيتجسد عشاني. أي. وكان برضو الخلاص والفداء هيتمم علشاني. كل نفس هي نفس مهمة أمام الله. إحنا بس بنبقى كتير نتيجة ضغوط، نتيجة ظروف، نتيجة حاجات اتعلمناها غلط في حياتنا، بنشوف نفسنا قليلين. حتى دلوقتي لما نشوف مثلا نشرات الأخبار، ولا نشوف الأرقام اللي بتطلع، بقى العالم بيتعامل مع البشر على إنهم أرقام، مئات ألافات، في كم حد أصيب، في كم حد بات، فبقينا إحنا كمان نحس نفسنا رقم وسط الأرقام. لكن الله مش بينظر لينا كده، وهنشوف ده في تعاملات الله. زي ما كان بيقف على الجبل مثلا ويعلم جموع، كان دايما عنده الجلسات الفردية، وكان يروح لشخص بعينه علشان يوصل له رسالة معينة بعينها. فهو بيهتم زي ما بيهتم بالجموع، بيهتم بالشخص واحد واحد، بيوصل له رسالة واحد واحد، بيقدر يوصل له عن طرق بقى مختلفة يعني.